ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين يا إلهي على مين يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. مايلي، لمسة بينية يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. حارث تيسودالي، كان لابد من التشتيت. مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. حارث، أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. مايلي، يلعب كرة طويلة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. كريستنسن، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كرة إلى الجناح، تمريرة لم تكن دقيقة. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. أندرسون، الكرة ملعوبة من مسافة، يبعد الكرة عن المرمى. يعود بالكرة لخط الوسط. وقت مهم جدا مع نهاية الشوط الأول. لو أتى التعادل راح يغير الكثير من الأمور في الفترة الثانية. يلعبوها للأمام. يحاول تمريرها من بين المدافعين. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. بولسن، نهاية 45 دقيقة أولى، لم يحرزوا أهدافاً بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالاً. ربما سوء الحظ اللي كان يواجههم. Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. On the field, number 40. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. Number 7. أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة. إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. Coming on the field, number 25. Number 11. حارس. Kingsley Coman. لا يوجد مرور من هنا. Number 30. ليرو ميسي. ديلاني. نمبر 10. كريستنسن. إيرلينغ هالاند. كرة إلى الأمام.
كينغزلي كومان.